ماما خوتي كي كتشوفوا جد الحميمات غادي نضربوا احسن شوايه في العالم. ما يمكنش اخوتي غنضربوا احسن شوايه. هما 4 البياسات غادي يجوا بنان بنان بزاف الدراري. وما عليك غير تتبع الفيديو. ودابا غنقلبوا على شي كوان اللي يكون ما فيهش البرد ويكون الحطب، وغادي نشعلوا العافيه وغادي نشووهم هادو كاملين. غتتبعوا معنا الطريقه من الاول حتى الاخر. الحمام غادي يطلع بنين ان شاء الله. ما عليك غير سبسكرايب وبارطاجي مع اصحابك الفيديو. ماما خوتي هادو هما 4 الحمامات اللي غادي نشويو ان شاء الله. اش بان لكم نشويو نديرهم في شي قطيب ولا شي شوايه تكون مقدره نرقدوهم؟ شنو نديرو لهم؟ لا لا لا، الحمام ما غنديرو ليه والو ان شاء الله. غنعاود لكم واحد القصه. غنجبد دابا شي حمامه. ها هي يا بسم الله. دابا انا بغيت نعاود لكم قصتي مع هذا الحمام. هذا القصه ديالي مع هاد الحميمات هادو، هاد المخلوقات الزوينين واللي دابا اغلبيه ديال الدراري الصغار اللي في عمرهم 13 عام 12 عام كيربوا بحال هاد الحمام. انا مني كنت صغير كنت كنربي هاد الحمام وكان كيكثر عندي، ومني كنحتاج الفلوس كنمشي كنضطر انني نبيع، نهز الحمام ديالي ونديه نبيعو، نديه نبيعو لمول الحمام. ومني كنبغي نبيعو كل نهار كنهز عيني للسما بحال هكا كنبقى نشوف وكنقول شي نهار غادي تجي لهذيك الحمامه اللي بعت، فهمتي؟ انا ما باغيش نبيعها، غير اضطريت انني نبيعها. تجي ديك الحمامه عندنا للدار كتجي كنشوفها، انا راه بعتها وصورت منها فلوس ومشيت قضيت بها شي غراض، شريت سبرديله ولا شريت بها شي لعيبه ولا حسنت بيها. نهز عيني كنلقى الحمامه كنطلع واحد الفرحه ما تصوروش الدراري، فرحه ما تصوروش. مني كترجع ليا ديك الحمامه كنقول يا وا صافي ما غنبقاش نبيعها، يعني هذيك الحمامه صافي مني كترجع عندك للدار فرحه كبيره، وغيعرفوها غير الناس اللي دوزوا الحمام. انا كندوي على الناس اللي دوزوا الحمام، والناس اللي ما دوزوش الحمام والناس بالنسبه للناس اللي ما دوزوش الحمام غادي يتفرجوا وغادي يستافدوا معنا. صافي هادشي اللي كاين الدراري. خلينا في الحمام. مني كيرجع ديك الحمامه كتحس بواحد الفرحه ما تصوروش، على قول الله اكبر. تسالي الاذان الدراري ونعاودوا لكم الفيديو. والناس اللي ما عندهمش علاقه بالحمام يتفرجوا ويتمتعوا معنا وصافي، هذا هو البلان الدراري. المهم مني كيجي عند مني كترجع ديك الحمامه للدار كنحس بواحد الفرحه ما تصوروش الدراري، فرحه يا سلام. حمام تي رجعات، يا سلام بعتها ورجعت. بان لي واحد الدري في الدرب عندنا مربي الحمام وهازو باغي يبيعو، هازو بهذا القفز هذا اخوتي باغي يبيعو. قلت لي شحال باغي فيه؟ قال لي اعطيني 1000 ريال في هادو كاملين، اعطيني 1000 ريال. عطيته ديك 1000 ريال ودابا هو عد بالو. قلت لي راه غادي نمشي نذبحهم، ما بغيتش نصور. هذاك الدري ما كيبغيش فيديوهات، يدير فيديوهات كذا كيبغيش يبان. باغي فيهم هاد الحمامات هادو، راه بغيت ندير بهم شوايه. راك عارف كتشوف فيديوهات ديالي كندير كنمشي نشوي الدجاج، نشوي بزاف ديال الحوايج في الطبيعه كذا. قال لي بغيت نبيعهم لشي واحد كيرجعوا ويفكرني للطفوله. علاش قلت انا ندير فيديو؟ قلت لي تعال بيعهم لي، نعطيك 1000 ريال بيعهم لي. هادي عطيتو ديك 1000 ريال والدري مخلوع خايف، قال صافي ضاعت كذا في الحمامات ديولي، صافي ما غي قال صافي غيدبحوا غيشوفهم. قلت لي راه غتشوفهم في فيديو. صافي يا ديك دابا هو ما عارفش بانني هاد الحميمات هادو ما غنشويهم ما والو، حيت عزاز عليا هاد الحمام هذا. وحمامه كتكون باقيه بحال هكا ما يمكنش باقيه ومهليه، فهمتي؟ قلت لكم انت حمامات راهما باقيين ومهلي فيهم خونا، تبارك الله ما شاء الله مهلي فيهم. الجماليه تبارك الله، يعني مهلي في الحمام ديالو مهلي فيه، ومع ذلك الدري تأزم، فهمتي؟ دري باقي صغير تأزم ما عندوش فلوس كذا، ما عندوش فلوس باغي يحسن ولا باغي يدير شي حاجه. المهم واقف على ديك الفلوس واضطر يبيع الحمامات ديالو. ولكن حنايا ما غاديش نذبحوهم ليه ولا شي حاجه. راه كيشوف هذا الفيديو، هذا اللي كان كيتفرج راه كيشوف الفيديو. المهم
هاد الحمامات هادو غنطلقوهم ليه. لحقاش انا واقع ليا اسطوان مع هاد الحمام كيف قلت لكم كيف عاودت لكم. حمام ديال بنادم كيكون عزيز، حمام ديال بنادم كيكون عزيز. يعني هاد الحمامات غادي نطلقوهم لمولاهم، لمولاهم. هذا هو البلان الدراري. ماما خوتي غنكون بديت طولت عليكم في الفيديو، ما كنعرفش نعاود الدراري، والله ما كنعرف نعاود. عندي مع مغامرات، دخل هنا دخل شي غار، دخل هذه شوي قنيه شوي دجاجه شوي هذه شد هذه صيد هذه صيد هذه. المهم ما نعرفش كيفاش نعاود لكم. نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره اللي بغيت نوصل لكم. والحميمات ان شاء الله غادي نطلقوهم لخونا، وخونا غنحس به انا غنمشي للدار ولا غنلقاه فرحان وغيقول لي كيفاش طلق شي حمامه. نقول له صافي خذ هذيك الفلوس وخلي الحميمات ديولك عندك في السجنه وتهلا فيهم مزيان. لحقاش استوار واقع عليا انا في الصغر، في الصغر انا دابا مابقيتش مربي الحمام، ولكن عزيز عليا، عزيز عليا بزاف. هاد الحميمات هادو الحمام سبحان الله كيدخل الخاطر، فهمتي البلان. مهم اخوتي ما نطولش عليكم، غادي نطلقوا هاد الحميمات هادو يمشي عند مواليهم باش ما نكرفصوهمش حنايا. ولا عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب ولايك وخلي شي كومونتير زوين وبارطاجي مع صحابك، وبالخصوص بارطاجي ليا لدوك الناس اللي مربين الحمام، هما اللي غادي يفهموني اكثر. نتوما كتفرجوا فيا استمتعتوا بالفيديو، شكرا لكم بزاف، ولكن بارطاجيو للناس اللي متعلقه بالحمام. الله يرحم لكم الوالدين. هذه غير فكره، بنادم ما يكرفش الحمام. بالنسبه لدوك الصياده كيطلقوا الدراري كيطلقوا حمام زوين كيشارك، وهذه كيجي الصياد كيصيدو، فهمتيني؟ صيد ولكن ما تصيدش هاد الحمام اللي في الباقة، صيد البلدي. البلدي ماشي مشكل كيتكاشر، هذا لا ما كيتكاشرش، هذا بنادم كيفرخها على قدو. فنتمنى الفكرة تكون وصلت الدراري، وتحياتي ليكم. هما خوتي غنطلقوا الحميمات ديالنا دابا يمشيو. شي سبحان الله، سبحان الله طاح يسرحو، سبحان الله. هما مشاو الدراري مشاو بحالاتهم، والله ما داروا هنايا. عرفتي دابا على احساس غادي يحس به خونا ملي غيشوف الحمام محطوط في السجنه ديالو وعنده 1000 ريال، غيحس بواحد الاحساس واعر الدراري. انا اللي جربت هذاك الاحساس الدراري. وتحياتي، الى عجبك الفيديو ما تنساش سبسكرايب لايك وخلي شي كومونتير وبارطاجي مع اصحابك. بيس، تلاقاو في فيديو جاي ومغامره جديده.